من مدينة غزة ينضم إلي العميد سمير الخطيب، مدير المحافظات في الدفاع المدني الفلسطيني بقطاع غزة. أهلا بك سيد سمير. يعني في البداية وضح لنا الصورة التي يواجهها الدفاع المدني ويحاول التعامل معها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من شمالي قطاع غزة ومحيط مخيم جباليا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية حوالي 250 يوم على هذا العدوان المستمر على قطاع غزة، ما زال طواقم الدفاع المدني تقوم بمهامها الموكل إليها في ظل كثير من المعوقات والإشكاليات الخاصة بعمل الدفاع المدني. نتكلم بشكل خاص عن مهمات الدفاع المدني في محافظة شمال غزة وتحديدا في مخيم جباليا. حوالي 20 يوم من توغل قوات الاحتلال في مركز مدينة جباليا ومعسكر مدينة جباليا، نشأ عن ذلك حوالي 70 شهيدا وعدد كبير من الإصابات. قوات الاحتلال تعمدت تدمير البنية التحتية، قوات الاحتلال تعمدت إيقاف وإخراج مستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان على الخدمة، وبالتالي كان هناك صعوبة جديدة في نقل الجرحى من محافظة شمال غزة إلى مدينة غزة. الآن المستشفى الوحيدة العامل في مدينة غزة وفي شمال غزة هي مستشفى المعمداني الأهلي، وبالتالي يعني نضطر إلى نقل الإصابات من شمال غزة إلى مدينة غزة، وبالتالي هذا يأخذ وقت كبير في الوصول إلى المستشفى، وبالتالي هذا يشكل خطر كبير على حياة الجرحى سواء من يتم نقلهم أم من تبقى في محافظة الشمال لعد نقلهم مرة أخرى. مشاكل كثيرة تعوق عمل الدفاع المدني، على رأسها عدم وجود حماية دولية التي كفلها لها القانون الدولي وحكم عملنا خلال النزاعات المسلحة، وخصوصا حماية الطواقم الطبية وطواقم الطوارئ ورأس الدفاع المدني. كثير من الأماكن لم نستطع الدفاع المدني ولا الطواقم الطبية والإسعافية الوصول إلى أماكن توغل الجيش الإسرائيلي بسبب كثافة النيران. الآن نتكلم عن شبه توقف لخدمات الدفاع المدني، نتكلم عن حوالي 70% من مقاطعات الدفاع المدني من مركبات ومن معدات ومن آليات ومن سيارات فقدت الدفاع المدني خلال هذه الحرب، ولم يتم تعويض الدفاع المدني أو إفراد ما يحتاجه من معدات. عدم وجود وقود أيضا لتشغيل المركبات وحتى تشغيل أيضا أبار المياه الخاصة بالدفاع المدني لتزويد سيارات الدفاع المدني بالمياه عملية الإطفاء والإخلاء والإنقاذ، وبالتالي هذه معوقات كبيرة تجعل من صعوبة المكان أن يقوم الدفاع المدني بعمله في ظل هذا الحصار وفي ظل عدم إمكانية أيضا يعني إصلاح السيارات التي تتعطل خلال عملها في هذه المهمات، وبالتالي يزيد من صعوبة عمل طواقم الدفاع المدني في أداء مهمتهم المنوطة بهم. نعم، في ذات الوقت يعني هذه الصعوبات تضاف إلى سلسلة يعني طويلة من الصعوبات، يعني أهمها أيضا والتي يواجهها أقصد الدفاع المدني وأهمها هو نقص المعدات والمواد اللازمة الطبية لإنقاذ الجرحى لحفظ الجثامين. كيف تتعاملون مع هذا النقص سيد سمير؟ يعني منذ حوالي 15 عاما أو يزيد ومنذ بداية هذا الانقسام البغيض لم يتم يعني تزويد وإفراد الدفاع المدني بما يحتاجه من معدات، وخصوصا نتكلم عن جهاز دفاع مدني لم يكن أساسا يعني مؤهل لمثل هذه الأعمال من هذه الحروب. نتكلم عن 5 حروب خاضها الدفاع المدني في قطاع غزة، نتكلم حرب 2008 2012 2014 2021 وأنا 2000، يعني نتكلم عن مهمات كبيرة جدا قام بها الدفاع المدني وخسر فيها خلالها كثير من المعدات وكثير من الآليات وكثير من السيارات، أو حتى كثير من المعدات خرجت عن الخدمة بسبب يعني احترائها وقدم عمرها، وبالتالي احنا شدنا كثير من المؤسسات المعنية خصوصا مؤسسات الحماية الدولية بتزويد الدفاع المدني بما يحتاجه من معدات وما يحتاجه من آليات ومن سيارات، وخصوصا نتكلم عن مهمات كبيرة جدا متزامنة، نتكلم عن عدد كبير جدا من مهمات يتم فيها قصف بيوت وعمارات ومساكن على رؤوس قنصليها، ومطلوب من الدفاع المدني أن يتعامل مع هذه المهمات في آن واحد، طبعا هذا الأمر غير ممكن، لذلك نحن نجح التصادر بين المهمات. نحن نبدأ بالمهمات التي فيها يعني أحياء أو فيها من هم تحت الأنقاض، وبالتالي هناك أولوية في التعامل مع هذه الأحداث. ما زال الدفاع المدني يعاني من كثير من المعدات وكثير من نقص المعدات الخاصة بالتعامل مع إنقاذ الأرواح وإجزاء المواطنين سواء من تحت الأنقاض
أو في الأماكن المحاصرة فيها نحن نحتاج إلى كثير من المعدات على رأس، نحتاج إلى حفارات كبيرة، نحتاج إلى جرافات، نحتاج إلى أجهزة الكشف عن الأحياء تحت الأنقاض أو كشف الغازات السامة. وهذه المعدات حتى الآن لم يتم يعني حد من أي جهة من الجهات إرسالنا بها أو تزودنا بها. نحن نحتاج إلى أن يكون هناك أيضا يعني مساعدة من الدول المجاورة باعتبار منطقة غزة أو قطاع غزة بكامل منطقة منكوبة، وعدد العاملين في الدفاع المدني غير قادر على أداء مهامه في ظل هذا العدد الكبير من الهجمات وفي ظل عدد كبير من الجرحى والشهداء. نعم، يعني سأعود معك إلى مخيم جباليا ومحيط قطاع غزة، شمالي قطاع غزة عفوا، يعني هل هنالك يعني حصيلة أولية لأعداد الجثامين والشهداء الذين قمتم بانتشالهم حتى الآن؟ وهل هنالك مناطق لم تستطيعوا بعد تمشيطها بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وألياته منها؟ يعني بعد خروج الاحتلال جباليا الدفاع المدني العديد من المهمات كان من ضمن انتقال حوالي 70 شهيد او اكثر من مخيم جباليا ومحيط مخيم جباليا ومحيط مستشفى كمال عدوان. نتكلم عن انتشال حوالي 30 شهيد وشهيده من عائله عسريه في معسكر جباليا، 30 شهيده وشهيد معظمهم من الاطفال والنساء، وما زلنا يعني نبحث عن عدد من الشهداء. الآن هناك إشكاليات في عدم معرفة أهالي المفقودين، هل أبنائهم استشهدوا أو هم تحت الأنقاض أم تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال؟ في كل لحظة وكل دقيقة يقوم الدفاع المدني بانتشال بعض الشهداء منهم تحت الأنقاض وما زال موجودين في تحت الأنقاض في مركز جباليا، تحديدا في مخيم جباليا ومحيط مستشفى كمال عدوان، في ظل عدم قدرتنا على الاضطراب بعض المناطق في ظل وجود بعض القناصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدفهم ويتحرك في هذه المناطق. نعم، شكرا جزيلا لك سمير الخطيب مدير المحافظات في الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، حدثتنا من مدينة غزة.